عبد الرحمن كاتب وأديب صحراوي يشارك لأول مرة في معرض الجزائر الدولي للكتاب. عبد الرحمن وجد في هذا الحدث فرصة للتقرب من القارئ الجزائري وإطلاعه عما تزخر به الثقافة الصحراوية. بين الرواية والقصة والشعر الحسانية اختلفت الكتب الأدبية التي شاركت بها جمهورية الصحراء الغربية في الصالون الدولي للكتاب. أحضر بأربع مؤلفات من روايات تاريخية، هذه رواية تاريخية وهذه رواية تاريخية، وهناك كتاب مجمع الثقافة الحسنية مترجم للغة الإسبانية، وعندنا كتاب ناطقين بإسبانية كثر يكتبون عن القضية الصحراوية ورافعون عنها. الجناح المعين للصحراء الغربية لقى استحسان كبير، فجاء الكثير من المواطنين الجزائريين والأجانب للتعرف على القضية الصحراوية. جناح الصحراء الغربية يشهد إقبالاً من زوار الصالون. بين رفوف هذا الفضاء وجد القارئون ثقافة شعب متمسك بوحدته واستقلاله، شعب صامد ضد كل محاولات الاحتلال المغربي في طمس الهوية الصحراوية. القضية الصحراوية حاضرة في كل المؤلفات الصحراوية، حاضرة في القصص، حاضرة في الرواية، حاضرة في الشعر الشعبي، في أي كتاب من كتب المشاركة هناك لمسة في القضية الصحراوية، الكفاح الشعب الصحراوي، نضاله ومسيرته النضالية أزيد من 40 سنة. فيه تجاوب، فيه فضول حول هذه الثقافة، حول هذا الكفاح، حول هذا النضال، فيه زيارات تسأل عن القضية، في زائرين يتساءلوا عن الزي، عن العلم، عن في شغف على معرفة هذه القضية وعلى التعاطف لا متناهي. الإقبال على الجناح الصحراوي في الصالون ليس غريبا على الجزائريين، فهو يعكس الارتباط القوي للشعب الجزائري بالقضية الصحراوية. لتبقى هذه المشاركة فرصة لتعريف العارضين من مختلف دول العالم بالقضية الصحراوية عبر الكتاب.